صباح الخير عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. الان احنا كنتواجدوا في منويه، اللهم بارك. شوف الخير تبارك الله اللي فات هاد اليومين هذه، تبارك الله، اللهم صل عليك رسول الله. منسوب المياه ارتفع تبارك الله، وهذه الطريق هذه راه كانت مقطوعه، النقطه الفاصله ما بين اقليم الناظور كابدولو وإقليم بركان كما كتلاحظوا عند منوية. شوف سبحان الله العظيم، شوف شوف يا منوية واش جابت. شوف 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 يا الغيوسات، هاد البلاصة هادي كاع كانت مقطوعة، كانت عامرة بلا ما من فاتت منوية، كانت عامرة وراه الطرق كانت مقطوعة. يلاه كي نزل المستوى ديال الماء كما كتشوفوا، راه نزل المستوى ديال الماء دابا، الطرق راها ولات كتدي وتجيب. شوف تبارك الله، الحمد لله الحمد لله على هذا الخير هذا اللي طاح، اللهم بارك. السفينه راه عاد هنايا، ها هي السفينه وليدي، ديك الدار البيضاء راه عاد هنايا، ذكريات. شفت الماء كان حتى لهنايا، يعني البلاصه كامله كانت مقطوعه ملويه، واد ملويه. اذا اخوتي حاولوا تبارطاجيو معكم الفيديو، وكذلك تشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. غادي نمشيو بالجهه اللي من لهيه تاع وران غيس، نمشيو بالجهه اللي من لهيه باش تشوفوا الدعوه كي دايره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله 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 الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله. يا سلام. اذا احنا كنتواجدوا الان في ملويه، النقطه الفاصله ما بين اقليم الناظور واقليم مدينه بركان. اللهم لك الحمد، والله الا مي كتشوفها كاع الخير تبارك الله الا تفرح، ولكن ما يصدقهاش العقل سبحان الله. شوف القوه الالهيه تبارك الله، شوف القوه سبحان الله العظيم، القوه العظمى تبارك الله، لا جهد الا جهد الله سبحانه وتعالى. شوف 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 ملويه طالعه واحد المستوى، وجا الواد منا، جا الواد يعني الواد ديال بصح، وفات فوق ملويه سبحان الله العظيم، وبقى واحد المده حتى قطع الواد، حتى قطع الطريق سبحان الله العظيم وبحمده. شوف كتشوفوا داك الخش اللي راه كاين الفوق، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. باش كتعرف القوة الإلهية سبحان الله، لا جهد إلا جهد الله سبحانه وتعالى. يدي بنادم كاع ما يبقاش يقول لك أنا قوي أنا ندير أنا ندير، ما عندك ما دير أوليدي، جهد إلا جهد الله سبحانه وتعالى. شوف هاد البلاصة هادي كاملة كانت تغطات تغطات، شوف الماء فين وصل، الماء وصل حتى لديك البلاصة هاديك، وهاد الجهة كاملة سبحان الله، ورا قطع الطريق، الطريق كانت مقطوعة. يعني النهار اللي طاحت الشتاء والبارح واليوم يلاه تسرحت شويه، يلاه نزل المستوى ديال الماء نزل، راه الطريق دابا راه يقدر بنا ما يفوت، كانت الطريق مقطوعه سبحان الله. واد ملويه راه كتجري كتجري، ماشي كتشوفوها هكا ساهله، ولكن القوه راه كتجري عاطيه الدق. مزيان من المي باش الابار يعمروا، الفرشه المائيه كتزيد ترتفع، وكذلك الابار يعمروا
الارض كانت عطشانه، الارض زيد تروى. سبحان الله. القوة الإلهية سبحان الله العظيم، سبحان الله. دائما حاولوا تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الجديد مباشره. معكم من واد ملويه. اقليم مدينه بركان. شفت لما فين وصلوا، وصل حتى لك البلاصه الفوق. الحمد لله. ولكن واحد القضيه الخوت، ربما ما غاديش توصلوا حتى لهاد الاخر. هذاك الواد قال لي، داك المال قال لي اللي فات منا خوا في البحر. هذا هو الاشكال اللي كاين، يعني علاش يمكن علاش يعني خوف البحر؟ نورمالمون يخوف السد ولا يخوف شي بلاصة ولا، هذا هو الإشكال اللي بغيت ديك الما يعني قاع ضاع. داك الواد قال اللي فات منا ضاع خوف البحر، اللي ما استفدنا به والو، فهمت؟ نورمالمون يخوف السد.